عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات كورس الفيو. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الماتيريال إديتور أو على محرر الخامات في الفيو. عشان نتكلم على الماتيريال إديتور تعالوا الأول نحط مثلا أي أوبجكت من دول. أنا بعمل عملت كليك يمين، هاخد مثلا سفير، أحط دايرة، دبل كليك أكبر المشهد بتاعي شوية، وآخد الدايرة دي أزقها لجوه حبتين، تمام بالشكل ده كده. عشان تحط اي خامه لاي اوبجكت جوه الفيو بروح على بارامتريك، اضغط دبل كليك عشان يفتح لي الماتيريال اديتور، او لو انا هحط خامه جاهزه بروح على اللود ماتيريال وانقي الخامه اللي انا عايز. طبعا ما علينا من مكتبه الخامات الجاهزه دلوقتي، تعالوا نتكلم على الماتيريال اديتور كماتيريال اديتور مش كخامات جاهزه. هنعمل دبل كليك على البارامتريك. الماتيريال اديتور المفترض ما يفتحلكش بالمنظر ده، ولو بيفتح بيفتح بالشكل البسيط ده. طبعا عندك الخامات انواعها كتير، ممكن اقول له سيمبل ماتيريال، وفي الحاله دي يبقى يظهر لي شكل الخامه تمام، وبيظهر لي الثلاث قنوات الرئيسيه بتاعه الخامه. طبعا ده في السيمبل ماتيريال. على فكره الماتيريال اديتور بالظبط في الفيو عامل زي الفوتوشوب، ممكن تحط ليرات كل لير بماتيريال معينه وتشتغل بينهم بالبلند مود او طرق الدمج زي الفوتوشوب بالظبط، وتطلع ماتيريال تانية خالص. طبعا كل الكلام ده هيجي لنا ان شاء الله بالتفصيل لما نخش على ادفانسد ماتيريال اديتور. لو انا جيت علمت مثلا على الكالر ماب، طبعا اداني هنا اسود، خلاص ممكن اضغط هنا اعمل انفرت يرجعني ابيض، اعمل هنا يديني اسود. لو ضغطت على الكالر خلاص واخد اللون اللي انا عايزه. طبعا الالوان في الفيو رخمه شويه او الاديتور بتاعها رخم شويه، بس مع التعود هتتعود عليه. اوتوماتيك ابديت بتتحدث عندك هنا. عندي بعد كده لو انا عايز احط بامب ماب، طبعا بامب ماب بالمناسبه قبل ما انقل البامب ماب ممكن اجي هنا واخد بيكتشر، خلاص حاجه زي كده مثلا، واحطها على واحطها على مين؟ على السفير بالمنظر ده كده. طبعا اللون بقى خلاص يرجع زي ما كان بالشكل. طبعا هي عامله بلند مود بينها وبين اللون الاصلي بتاع السفير، طبعا ده بيتشال في الادفانسد ماتيريال اديتور. ده بالنسبه لو انا حبيت اجيب صوره. طيب لو انا شلت الصوره دي، طبعا انا مجرد ان انا عملت كده ورجعتها كده رجع للون ديفولت بتاعه، وحطيت هنا بامب ماب، خلاص البامب ماب لو انا ضغطت دبل كليك ممكن ان انا احط اي صوره تعجبني ابيض واسود. طبعا البامب معروف ان مثلا خدت حاجه زي دي كده وحطيتها اداني البامب بالشكل ده كده. تعالوا ناخد لون كده عشان نشوف البامب بالمنظر ده كده. ده بالنسبه للبامب ماب. الترانسبيرنسي طبعا لو علمت عليها كده دي قناه الشفافيه، لو انا قلت له يوز كلر ماب، ما علينا من يوز كلر ماب، تمام كده بقت عامله زي الازاز. فده بالنسبة للبيزك ماتيريال اديتور، وعلى فكرة عمرك ما تستخدمه لأنه محدود الإمكانيات قوي، فدايما هنضغط على ادفانسد ماتيريال اديتور ونتكلم بقى هنا براحتنا شوية. أول حاجة في الادفانسد ماتيريال اديتور عندك نوع الخامة، يا إما سيمبل ماتيريال ودي خامة عادية خالص عبارة عن لون أو عبارة عن صورة، يا إما ميكسد ماتيريال، وفي الحالة دي البارامترات بتختلف وهيجي لنا كلام كتير جدا على الميكسد ماتيريال، ويا اما فوليومتريك ماتيريال، ودي خامات زي الدخان، او لو ضغطنا دبل كليك هنا في هنا في الفوليومتريكس في عندي بقى خامه دخان او خامه مثلا نار او مش عارف ايه او رمل، كل الكلام ده بنسميه فوليومتريك. او ايكو سيستم، والايكو سيستم دي خاصه بانظمه النباتات وانظمه التوزيع والانتشار. طب لو رحنا للسيمبل ماتيريال تعالوا نشوف القنوات الخاصه بيها. اول حاجه عندي الكالر انت الفا، يا اما بروسيدورال كلرز، طبعا لو ضغطت هنا دبل كليك اقدر ان انا اخد التدريج اللي انا عايزه، في تدريجات كتيره جدا، او ممكن ان انا اضغط اعمل نيو كولكشن، ممكن اخد تدريج او تدرج زي ده مثلا واعمل اوكي. طبعا جالي بالشكل ده كده. طبعا عندي هنا السكيل، ممكن ان انا ازود الجراديانت سواء على اكس او على واي او على زد. ممكن ان انا اقول له ماب بيكتشر، وفي الحاله دي هختار من هنا اي بيكتشر تعجبني، مثلا حاجه زي دي بالشكل ده كده. خلاص عندي هنا كلر بلند، هيعمل لها بلند مع
اللون اللي تحتها طبعا لو انا زودت كده تمام اعمل بلند مع اللون الاسود. ده بالنسبه للماب بيكتشر. طبعا اقدر ان انا هنا اعمل روتيت للصوره، ودي بيوفر عليا على فكره شغل كتير قوي لو انا عايز اعمل فليب للصوره بالمنظر ده كده. في البروسيدورال كلر لو انا خدت او رجعت السكيلز دي كلها لواحد بالمنظر ده هرجع ليه الشكل الديفولت بتاعي. نفس الموضوع في البامبس، لو انا عايز اعمل بامب ماب طبعا هنا متطور قوي عن البيزك ماتيريال اديتور، لان انا بقدر من هنا اعمل درايفنج للبامب مابس بفلتر او بفانكشن. طبعا الفلتر انت بترسمه بتضغط كده مثلا واقول له نيو كي بوينت، لكن مش هتكلم عليه الا لما احط خامه دبل كليك واخد اي واحده من دول، مثلا اخد واحد من دول كده واعمل اوكي هيديني البامب بالمنظر ده. طبعا ممكن اقول له الديبث، ممكن اقول له نص عمل لي كده بامب بالشكل ده. بس نخلي بالنا من حاجه، البامب ما بيشوهش الشكل او ما بيشوهش حواف الشكل، نخلي بالنا من دي قوي. يعني انا حصل لي بامبنج اي نعم، لكن حوافه ما تشوهتش لسه زي ما هي، لسه محافظه على الاستداره بتاعتها زي ما هي. طيب نيجي نشوف الفلتر بيعمل ايه. لما ضغطت رايت كليك وقلت له اديت فلتر، ضغطت هنا كده مثلا حطيت نيو كي بوينت، ضغطت هنا حطيت نيو كي بوينت، ومسكت مثلا الكي بوينت دي ورفعتها كده زي ما احنا شايفين البامب اترفع. ممكن انزل دي كده، على فكره دي مع الممارسه بقى انت هتعرف ايه اللي بيترفع وايه اللي بينزل. طبعا واضح قوي كده ان لما بنزل ده برفع هنا قيمه معينه. طبعا لو انا حولت واحده من دول لينير او سموث كيرف خلاص اداني شغل تاني خالص تمام بالشكل ده. ممكن امسك دي كده والف والف دي كده، اخد تعريجه هنا وامسك دي كده والف دي كده، هاخد تعريجه هنا بالشكل ده. انا عملت زي حاجه زي التضاريس بالمنظر ده كده. ممكن انقل النقطه دي بعيد شويه كده بالشكل ده. ده بالنسبه للبامب كيرف خلاص. وبالمناسبه مش شرط تعمل اديت، ممكن تقول له لود فلتر وتاخد الفلتر اللي انت عايزه. فينا فلترز كتيره جدا، لكن يفضل اشتغلها بايدك بحيث تعرف تاثيراتها بتعمل ايه. ده بالنسبه للبامب. خلي بالك ان البامب في حاجه فيه هنا اسمها ديسبليسمنت مابنج. ديسبليسمنت هيحول دي بقى لديسبليسمنت ماب. لو انا عملت كده تمام زي ما احنا شفنا بقى المره، خلاص ما عادش بامب كده، ما عادش بامب كده، بقى ديسبليسمنت. طبعا اقدر ان انا ازود السموث بحيث ان انا اقلل الحده بتاعه الشكل شويه، ممكن ازود كمان عن كده خلاص بقى سموث. ممكن ازود الكواليتي، ارفع الكواليتي شويه. طبعا كل ده على الريندر يا جماعه ما ننساش تمام. ده بالنسبه للديسبليسمنت، ما فيش حاجه تتقال فيه اكتر من كده. في في ديسبليس اوت ووردز اونلي، هنلاقي دول مش موجودين. لو انا عملت كده خلاص هيزق لي كل ده لبره، يبقى انا بعمل ديسبليسمنت لبره بس ما بعملش ديسبليسمنت لجوه. ده بالنسبه للديسبليسمنت مابنج. لو انا قللت السموث هيبقى الموضوع حاد شويتين. عندي بعد كده الهايلايتس خلاص، اللي هي الاضاءات او طريقه اسقاط الاضاءه على الخامه. طبعا انا اقدر اقول له عندي هايلايت او اديني ضوء مثلا وليكن ازرق باهت شويه بالشكل ده. ممكن اقول له الانتنسيتي، لو انا رفعت حبه هلاقي الدنيا ازرق زي ما احنا شايفين كده الهايلايتس دي. لو انا عملت كده او لو انا عملت كده عشان اوريها لكم اكتر، ثواني بس عشان احركها لانه مش هيتحرك طول ما هو بيرندر، وانا رافع الكواليتي اساسا بتاع الديسبليسمنت. طب انا هقفله وهقلل الكواليتي شويه وهعمله كده شويه تمام. طبعا خلوا بالكم الفيو من البرامج بصراحه اللي بتحتاج ريندر بفترة بجد، فعلا البرنامج دقيق جدا. طبعا لو كبرت اكتر من كده طبعا متهيألي كده متشافة قوي واضحه. ادي الهايلايتس اهي، لو انا رحت كده ورحت جاي مقلل الهايلايتس شويه. طبعا هنا ممكن اقول له سايز شايني، يبقى انا كده هخلي دول بيلمعوا قوي. على فكره دي بدايه سكه انك تعمل خامه بركانيه. يعني لو انا جيت هنا ورحت رايح مديها للاحمر شويه تمام بالشكل ده كده، ورحت عامل اوكي، وجيت قمت جاي رافع البرايتنس حبه، هبدا ادخل على خامه
بركان طبعا فاريبل، يبقى كده هو هيوزعها لي. بس خلي بالك بقى، بص فاريبل وزعها سموز، غير كده كمان اداك فلتر للانتنسيتي وفلتر للسايز. اذا كده بيديك اندلس بوسيبيليتيز، امكانيات لا متناهيه ل لللايتنج. ده بالنسبه للهايلايتس، مش عايز اخوض بس فيها كتير. تمام، خلونا ايه نمشي واحده واحده، وكل حاجه بعد كده هتيجي بالتفصيل لما نيجي نعمل بروجكتس. عندي بعد كده ترانسبيرنسي، ترانسبيرنسي اللي هي الشفافيه. لو انا رفعتها شويه كده خلاص الى حد ما هتبقى عامله زي الازاز، لو انا رفعت اكتر من كده شويه خلاص هلاقيها خلاص راحت للازاز. طبعا البلرد ممكن يعمل لي زي بلر عشان ياخد التاثير الواقعي للازاز. طبعا انت لما تبص يعني من ورا لوح ازاز بتحس ان الدنيا مزغدله شويه كده، ممكن ازود البلر سنه، بس خلي بالك ان ده في الريندر بياخد وقت عالي جدا. طبعا الريفراكشن اندكس، الريفراكشن اندكس ده معامل لانكسار، هو هنا تمام قوي زي الفل، بس مش هنشوفها هنا. لو انا عملت كده تمام، لو انا عملت كده وكبرت البتاع شويه، ثواني بس يخلص الريندر بتاعه، واكبر النافذه شويه، مش هيكبرها، اكبر النافذه حبتين بس علشان نشوفها يرجع رندر تاني. هوقف وارجع لكم تاني عشان وقت المحاضره. لا انا لقيتها هتاخد وقت كبير قوي على فكره. طب نخلي الترانسبيرنسي تمام ونشوف هنا، نحاول ندقق بس شويه. لو انا غيرت ده لواحد وثلاثة من عشرة، واحد وثلاثة من عشرة، يبقى هيحصل انكسار لأشعة الضوء جوه الإزاز ده. طبعا خلوا بالكم إن علامة البرق دي أو علامة الكهرباء دي معناها إن أنا أقدر أعمل درايف لدي بالفانكشن. لو ضغطت كده ممكن أشتغل بالفانكشن إيديتور، بس ده يعني مش هتكلم عليه دلوقتي خالص لأنه بصراحة هيتوهنا جامد. لو عملت فازي، لا مش إيديتيف، لو عملت فازي خلاص يعني هيحاول إنه ياخد البيئة المحيطة خلاص يحطها للترانسبيرنسي. لو انا رحت ليه بعد كده للريفليكشنز، لو انا عليت الريفليكشن شويه هيديني بقى ريفليكشن للجو المحيط. طبعا بلر، ممكن اعمل بلر. طبعا هنا اقلل شويه البلرنس لان انا بصراحه مش عايز اخد وقت طويل في الريندر. ممكن اقول له فاريبل ريفلكتيفيتي، بمعنى انه هيعمل انعكاس بس بطريقه عشوائيه على سطح الكوره دي. طبعا مجرد ما يطلع لك ده خلاص تقدر انك انت تعرف انك تشتغل عليه زي ما انت عايز بالكيرفز او بالفلترز. ريفليكشن ماب لو ضغطت عليها تقدر انك انت تعمل لود وتاخد اي صوره تعجبك، وليكن مثلا ناخد حاجه خاصه بالاتش دي ار اي، ناخد حاجه زي دي مثلا، واقول له ريفليكشن هعمل منها حاجه عامله زي الازاز بالشكل ده كده. اذا اقدر ان انا احمل ريفليكشن ماب تمام، او HDRI map جوه الخامه نفسها بحيث انها تنعكس على السفير بتاعتي. طبعا ده بريفيو ريندر عشان بس ما نفتكرش ان ده الريندر النهائي. لو ضغطنا على السفير ورحنا دبل كليك دخلنا على الماتيريال مره ثانيه تمام، عندي بعد كده افكتس ما فيش فيها حاجه، ترانسلوس ما فيش فيها اي مشاكل تمام. لو انا قلت له انيبل سب سيرفس سكاترنج بيدي واقعيه بصراحه يعني لا متناهيه للشكل خلاص. وعلى فكره السب سيرفس سكاترنج برضه مستخدم في السينما 4 دي، بتستخدمه جوه اللومينانس تشانل، بس ده يعني بيمشي ورا اشعه الضوء جوه الجسم وبره الجسم. طبعا لو انا عملت اوكي وجيت عملت ريندر هلاقي شكل الزجاج ده اختلف 360 درجه. وعلى فكره سب سيرفس سكاترنج يعني ده تقدر تقول ممكن يتعمل فيه كورس بحاله. ده بالنسبه للريندرنج بالسب سيرفس سكاترنج، وقبل كده طبعا شفتوا ريندر من غير السب سيرفس سكاترنج. ده بالنسبه للخواص الاساسيه بتاعه الماتيريال اديتور، ده بالنسبه للسيمبل ماتيريال. طيب في ايه كمان؟ في ان انا ممكن اعمل لاير خلاص، واخد مثلا حاجه زي حاجه زي الميتال مثلا، برونز مثلا كده بالشكل ده، كده نزل لي لاير ثانيه، كده نزل لاير ثانيه. طيب اللاير الثانيه دي نزلت مع اللاير الاساسيه بتاعتي. طيب انا عايز ادمج الاثنين مع بعض. عايز تدمج الاثنين مع بعض، عندك هنا حاجه اسمها الفا بوست.
لو انت عليت الالفا بوست اللي فوق هتظهر على حساب اللي تحت، لو قللت الالفا بوست تمام الاثنين هيحصل لهم بليندنج مع بعض. وخلي بالنا بقى من حاجه، انا عايز بس الغي الترانسبيرنسي لاحسن الدنيا كده هتضيع مننا خالص، والغي السب سيرفيس سكاترنج تمام، وارجع للخامه بتاعت البرونز مره ثانيه. خامه البرونز لو انا زودت الالفا هتظهر، لو قللت هتندمج مع اللي تحتها بالشكل ده. بس خلي بالك انت بيطلع لك حاجه اسمها جديده اسمها انفايرمنت. انفايرمنت ده بيسمح لك انك انت تعمل اعاده انتشار للخامه دي او لللاير دي على الخامه اللي تحتها، بمعنى ان انا ممكن اتحكم في الخامه دي بتبقى واخده قد ايه من القاع مثلا او واخده قد ايه من القمه. يعني لو انا قللت كده هلاقي ان انا كده برفعها من تحت بالمنظر ده كده، قللت كده هلاقي كده ان انا برفعها من فوق، يبقى انا كده بتحكم فيها انها تبقى هنا بس. طيب لو انا قلت له فازنس توب، معنى فازنس توب انه بيدمج الحافه الحاده دي بشكل واقعي مع او بشكل سموث مع مين؟ الخامه اللي تحتها. لو انا زودت كده شايفين دخلت مع الخامه، نفس القصه في الفازنس بوتوم بالشكل ده كده، اقدر ان انا مثلا اعمل كده شويه واعمل كده شويه خلاص فالاقيها بالمنظر ده كده. السلوب رينج اللي هو معدل الانحدار خلاص ده كده، انا بزق الخامه كلها عندي. بعد كده ما عنديش حاجه هنا تستاهل الكلام كتير الا فازنس تقدر تقول عليها راندومايزيشن للخامه، يعني مفيش كلام يتقال تاني. اللي يهمني قوي في دي الالتيتيود رينج اللي هو معدل الارتفاع، والفازنس توب والفازنس بوتوم. ده بالنسبه لو انت عندك اتنين لير مع بعض. طيب ايه سكيل اللي بتظهر؟ سكيل اللي هو حجم الخامه دي. طبعا لو انا قلت له دي مثلا حجمها نص هلاقي ان الخامه بتنتشر بشكل مفروض اكتر، حتى التجاعيد اللي هنا ظهرت قوي. لو انا قلت له حجمها 1/10 خلاص هلاقي ان الديتيلز بتاعت الخامه دي بتزيد. لو انا رفعت كده خلاص رفعت كده، ممكن كمان اعدل في خامه البرونز نفسها لو انا رحت للترانسبيرنسي وزودتها سنه كده تمام ماشي بالنسبه للبرونز بالشكل ده كده، ورحت للهايلايتس تمام وقللته بالمنظر ده عشان اطلع اللون الاخضر تمام بالشكل ده كده. طب الديفولت دي خلاص بقت ماستر لير. بالمناسبه ممكن انا للخامه دي اسميها تيست، انتر عشان اطلع ليه الايديتور بره او اطلع ليه الفيو. ممكن البرونز دي اغيرها ديفولت، دي اغيرها اسميها مثلا جلاس بالمنظر ده كده. طيب انا عملت الخامه دي وعجبتني وتمام التمام، ممكن اقوم اعمل لها سيف وسيف الخامه في اللايبراري بتاعتي زي ما انا عايز، بحيث ممكن اديها لواحد تاني يقدر يعمل لها لود من هنا، اقدر اعمل لاي خامه لود من هنا. طيب ده بالنسبه ليه السيمبل ماتيريال. الميكسد ماتيريال بقى غير دي. الميكسد ماتيريال اعمق من كده شويه. الميكسد ماتيريال ممكن تاخد تحتها اتنين سيمبل ماتيريال مع بعض، بدليل ان تيست دي اصبحت خامه جواها البرونز واداني كمان الخامه الاساسيه بتاعتي اللي هي الديفولت. خلاص اذا الميكسد ماتيريال ممكن اعمل ميكس بين خامتين. في الحاله دي بيزيد عندي ماتيريال 1 وماتيريال 2 وحاجه اسمها الديستريبيوشن. لو انا رحت كده هلاقي دي ماتيريال 2، ممكن ان انا مفيش ان انا ادخل دي مع دي. ماتيريال 2 دي ممكن انا اعمل اي ماتيريال تعجبني وادمجها مع البرونز. جلاس دي هشيلها تمام مش عايزها، هخليني في البرونز. البرونز عباره عن خليط من الخامه دي والديفولت ماتيريال دي. الديفولت ماتيريال دي على سبيل المثال وليكن هضغط دبل كليك واختار لها مثلا حاجه اورجانيك، حاجه زي دي كده دراجون سكين مع البرونز. طيب اجي للبرامج، طبعا دول مفيش اي مشكله فيهم خالص احنا اتكلمنا عليهم، لكن الجديد بقى في الميكسد ماتيريال ان انا عندي ماتيريال 1 بتاخد قد ايه مثلا من ماتيريال 2.
نصيحة ما تشتغلش بده كتير، ده خليه 50% وتعالى نشتغل بالميكسد بارامترز. طبعا هنا ماتريال 1 وماتريال 2 اقدر ان انا لو ضغطت كده اعمل سواب بين الاثنين. عندي بقى هنا حاجة اسمها الديستريبيوشن اللي هو نشر الماتريال الأولى على الماتريال الثانية، طبعا ده عن طريق الفانكشن. لو انا ضغطت كده قلت له ايديت فانكشن، طبعا هنا بيقول لي الديستريبيوشن، عايز اصغر بس الفانكشن اديتور حبتين لحسن هو كبير فعلا. لما باجي اعمل ديستريبيوت بعمل ديستريبيوت عن طريق مثلا، مش مثلا، عن طريق الالوان ابيض واسود. طبعا ابيض واسود يا نويز يا فراكتال. طيب انا بضغط في اي حته فاضيه واقوم جاي ضاغط على الفراكتال نود او النويز نود، وغالبا ساعات بستعمل الاثنين. لو انا ضغطت على فراكتال نود بالمنظر ده كده بيديني هنا زي سهم وهنا زي عقده. لو انا وصلت الديستريبيوشن بالفراكتال هنا بيقول لي هل انت عايز تتحكم في الالتيتيود ولا في الرفنس اريا ولا في الرف اريا. انا مش عايز اتحكم في الرف اريا، انا عايز اتحكم في الالتيتيود اللي هي الارتفاعات. لو خدت الالتيتيود اصبح كده انتشار الخامه هنا دليله هو الفراكتال ده. يبقى انا لو ضغطت على الفراكتال ورحت مثلا اخترت اي نوع وليكن ترين فراكتال، زي ما انت شايف الدنيا هتتغير حالا اهو. هاجي هنا اللارجست، طبعا مش هنشرح كل الكلام ده لكن احنا هنشرح اللي بنستخدمه. اللارجست فيتشر اللي هي المناطق الكبيره، ممكن اقللها شويه خلاص كمان سنه مثلا، واجي اكبر الجين اللي هو فرق درجه اللون بين الابيض والاسود. زي ما انتم شايفين بصوا بقى بدا مين اللي يظهر، وده هيظهر مكان مين؟ مكان اللون الرمادي. ماشي، ممكن ارفع الرفنس اريا خلاص، الرفنس اللي هي العشوائيه، او ممكن اقللها حسب ما انت تحب وحسب ما انت عايز بالمنظر ده. ممكن اكبر بس كده هلغيها خالص، اصغر بالشكل ده. طيب عايز نشر احسن، ممكن بمنتهى البساطه اضغط في اي حته وروح اقول له حط نويز، ممكن احط نويز نود بالشكل ده كده. ولو انا كبرت السكيل بتاع النويز نود او صغرته زي ما انت شايف على فكره ما بيحصلش اي حاجه. ليه ما بيحصلش اي حاجه؟ لان الالتيتيود ما هيش شايفه النويز. طب ازاي اخليه يشوف الاثنين دول؟ ازاي اخليه ياخد من الاثنين دول؟ عشان تخلي اي نود من هنا او اوتبوت نود تاخد من حاجتين مع بعض لازم تحط بند. خلاص لازم تحط بند عندي هنا، او بلند يا رب، عايز الكومباينر خلاص، او بلندر، هو اسمه بلندر. هوصل ده بالبلندر كده. البلندر ده له قناتين، يعني بياخد الاثنين دول يدمجهم ويوديهم لدي. هاخد ده مع الفراكتر كده، ده العادي بتاعنا. شوفوا بقى لما اخد ده مع الايه، مع النويز، لا قصرت، ارجع بقى للنويز ده واقلل السكيل بتاعه، هلاقي الدنيا اختلفت خالص. اذا انا عندي النويز بيعمل لي انتشار، عندي الفراكتال خلاص بيعمل لي تكبير. تقدر تقول الفراكتال بيعمل لك زي سكيل، ممكن اكبر اللارجست، ممكن اقلل الرفنس او ازود الرفنس شويه، ممكن الجين اعليها شويه او اقللها شويه بالشكل حسب ما انت تحب. الفاريشن لو انا عليته شويه هيعمل زي عشوائي. ده بالنسبه ليه الفانكشن اديتور، بس برضو تفاصيله لسه هتيجي. طبعا النويز تايب ممكن تغيره زي ما تحب. في الـ 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 الفراكتال او ترين فراكتال ممكن اقول له جريني فراكتال، ممكن اقول له بيرلين فراكتال، اي حاجه تعجبك. النويز نفس القصه، ممكن اقول له مثلا برلين واقول له مثلا ترين نويز، براحتك تغير زي ما انت عايز تمام، او على حسب ما انت عايز خامتك تظهر. ده بالنسبه للديستريبيوشن بتاع الميكسد ماتيريال. في عندك بعد كده الميكسد ميثود، طريقه الدمج عامله ازاي. في سمبل بلند، في فول بلند، في فول بلند كيوبيك، في كفر، ودي احسنهم لان انا عن طريق الكفر اقدر ان انا اعمل كده فاتحكم في ظهورها. طبعا ممكن اقلل كده سنه كده عشان تبان. لو انا زودت كده شويه خلاص بزود البلند بين الاثنين مع بعض. طبعا ده في الكفر.
طبعا الفول بلند اعتقد بان قوي كده بالمره دي، الفول بلند ده بان، فاحنا هنخلينا على الكفر او خليك على السيمبل بلند، لكن انا هشتغل على الكفر خلاص واقلل البلند حبتين، اروح بقى للانفلونس اوف انفايرمنت واعلم عليها عشان يعمل ديستريبيوشن فوق وتحت. طبعا اقدر ان انا اقلل كده خلاص، فالحواف الحاده دي هتقل، طبعا ازود خلاص طبعا، لكن انا عايز اقللها كده بالشكل ده كده. عندك بعد كده الانفلونس سلوب خلاص، لو قللتها او زودتها بيزود لك التعريج. عندي الاورينتيشن اقدر ان انا الف الخامه دي بالمنظر ده. عندي الابيرنس نير ازيموس او الافق، لو انا عملت كده اقدر ان انا ازقها او امطها لفوق شويه، اقدر اعمل كده مثلا ودي اقللها حبتين كده. طبعا كده انا اتحكمت في مكان وجود الخامه. ممكن اروح للمابنج، ممكن اقول له اوبجكت مثلا بارامتريك، ده في حاله ان ده يكون اوبجكت لسه ما تمش التعديل عليه. ممكن ان انا اقول له وورلد بارامتريك، بس كلمه بارامتريك انا مش محتاجها، فاحنا نخليها وورلد ستاندرد زي ما هي، او ممكن تقول له اوبجكت ستاندرد، تمام برضو نفس الموضوع. ده بالنسبه ليه الماتيريال اديتور. الفوليومتريك ماتيريال اظن واضحه ما فيش فيها اي مشاكل، دي خامه زي خامه الدخان. عندك هنا اللايتنج والافكتس، اقدر ان انا اتحكم في شكل الخامه. على فكره الهايبر تكتشر دي هيجي لنا معاها شغل كبير قوي، مش عايز اخش فيها دلوقتي خالص. ده بالنسبه ليه الماتيريال اديتور. انا ضغطت عملت اوكي عشان ارجع للشكل اللي انا كنت فيه مره ثانيه. نبقى احنا كده اتكلمنا على الماتيريال اديتور او البيزكس بتاعه الماتيريال اديتور. ان شاء الله اشوفكم في المحاضره الجايه. كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من GFX Academy.net، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.